مهيمنا على كل كتبه ومصدقا لما بين يديه من الحق، واختار له من الملائكة أفضلهم جبريل الذي أنزل الله عليه في القرآن ثناء حطرا، فقال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وقال فيه وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. واختار له من البشر أفضلهم وأحبهم من الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أثنى الله عليه في القرآن ثناء عطرا في كثير من المواضع، ومنها قوله تعالى في سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد جعل الله هذا القرآن ختام رسالاته إلى أهل الأرض، فهو الخاتم لكلام الله الموجه إلى عباده في هذه الدار، ولذلك ضمنه الله سبحانه وتعالى كل ما تحتاج إليه البشرية، ولهذا جاء في الحديث هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبال قصم الله ظهره، فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد تعهد الله بحفظه على خلاف الكتب السابقة التي كان حفظها موكولا إلى من أنزلت إليهم، فقد قال الله في التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما هذا القرآن فقد قال الله فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد ضمنه الله سبحانه وتعالى الهداية واليقين والشفاء والبشارة والموعظة، فكل ذلك مضمن في هذا القرآن. أما اليقين فقد قال الله فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه، وأما الهدى فقد قال الله فيه هدى للمتقين، وأما الهداية فقد قال الله فيها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأما الموعظة فقد قال الله فيها يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وكذلك الرحمة ذكرت هنا في هذه الآية، وكذلك الشفاء فقد قال الله فيه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال فيه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وكذلك البشارة، فإن الله قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ضمنه الله جل جلاله ما ينظم علاقات العباد بالله من العقائد والعبادات، وما ينظم علاقات العباد فيما بينهم من المعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، وجعله منظما لكل شؤون الحياة في الجانب الشخصي والجانب الأسري والجانب الاجتماعي والجانب السياسي، لم يترك أي مجال من أنشطة المكلف إلا وقد غطاه القرآن. فهو ليس كتاب تاريخ، فكتب التاريخ مهمتها التخفيف عن الإنسان بسرد أمور مضت وانتهت، فالإنسان يتسلى بأخبار الماضي كما قال المحتري أتسلى عن الخطوب وآسى بمحل من آل ساسان درسي أنكرت ليهم الخطوب التوالي ولقد تنكر الخطوب وتنسي. فهذه مهمة المؤرخين أنهم يقولون في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من العام الفلاني كان في المدينة الفلانية الملك الفلاني وحصل منه كذا وكذا، وهذه القصص التي يتسلى بها الناس عن مصائبهم وعن أحداثهم. القرآن ليس كذلك، القرآن كما ذكرناه كتاب هدى ونور، وقد جعله الله نورا بالفعل، فقد قال فيه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
وقال فيه آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. هذا النور الذي أنزل الله جل جلاله، لكن ضمنه الله سبحانه وتعالى قصصا وأخبارا. والعلماء يقولون القصص في القرآن حوالي السدس تقريبا، فآيات القصص في القرآن 1000 آية تقريبا، والقرآن 6234 آية بالعبد الكوفي، و 6214 آية بالعبد المدني الثاني، فالقصص قريب من الثلث، أنه 1000 آية. وهذه القصص التي ذكر الله هي صدق قطعا، ولا يمكن أن يقع فيها النسخ، لأن النسخ في الأخبار تكذيب لها، فالنسخ إنما يأتي في الأحكام والإيقاعات، لأن نسخها ليس تكذيبا لها وإنما هو تبديل وتغيير. لكن القصص من الخبر، والأخبار نسخها تكذيب لها، فلذلك ليس فيها نسخ. لم تأتي هذه الأخبار بالسرد الممل، بل يأتي الله بكل موضع بما تجلب القصة له وبما يناسب ذلك الموضع، ولذلك يقوي من القصة ما لا ينفع في ذلك المكان ثم يرويه في مكانه المناسب. وإذا قارنت القصص التي جاءت في القرآن لا تجد بينها مطابقة، بل تجد ما حذف منها في موضع يثبت في موضع آخر، وتجد بعض هذه المواضع يفسر بعضا ويصدقه كشأن القرآن كله، فالقرآن بعضه يفسر بعضا ويصدقه دائما، ولا يمكن أن يقع فيه اختلاف ولا اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والناظم المشترك بين قصص القرآن حسب ما وصلت إليه من التدبر أنه إمكان التجدد في حياة الناس، فكل قصة جاءت في القرآن فمعنى ذلك أنها تتجدد في حياة الناس، يتغير أسماء الأشخاص، يتغير الأماكن، يتغير الأوقات، لكن مضمون القصة هو هو. فحياة البشر فيها كثير من المشتركات، الأمور المشتركة، وهذه الأمور المشتركة هي التي يحتاج البشر جميعا إلى حكمها الشرعي وإلى حكمها القدري وإلى الأدب في التعامل فيها مع الله. يا الله يا مرحبا. وإلى السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بعد لا تكون خالد. تفضل بس عشان هم يحتاجوا إلى هذه القصص في حياة الأفراد وفي حياة الأمم والشعوب، يحتاج إليها في المصائب والكوارث، وهي تسلية وتعزية عنها، وهي بيان الحكم والحكم فيها، يحتاج إليها كذلك في استنباط كثير من الأحكام. فآيات الأحكام في القرآن في الأصل 500 آية، لكن كثير من الأحكام استنبط من القصص، ولذلك بحث الوصوليون شرعا من قبلنا حتى جعله جمهورهم المالكية والشافعية والحنابلة، جعلوه من أصول التشريع، فقالوا شرع من قبلنا إذا ثبت بشرعنا فيما لم يرد فيه شرع لنا فهو شرع لنا. شرع من قبلنا إذا ثبت بشرعنا فيما لم يرد فيه شرع لنا فهو شرع لنا. وهذه القصص أكثرها دوران في القرآن، أكثرها وقوعا في الواقع، كقصة آدم وإبليس، فكل فرد منا يمثل آدم عليه السلام في صراعه الأبدي مع إبليس، فإبليس يمثل حزب الشيطان وهو من المنظرين إلى الوقت المعلوم، وآدم عليه السلام يمثل حزب الله وقد توفاه الله ولكنه أبقى ذريته على أثره، وقد أقسم إبليس بإغوائه، فله قصة مع كل فرد منهم يسعى لإغوائه، منهم من يغويه بالشهوات، ومنهم من يغويه بالشبهات، ومنهم من يدخل عليه الوساوس والأوهام، ومنهم من يتبع خطوات الشيطان. فقصة آدم مع إبليس من القصص الدائرة في القرآن الكثيرة الوقوع في الواقع.
ومن ذلك قصة موسى وفرعون، فهي قصة واقعية حصلت ولكنها مثال للاستكبار والطغيان والبغي في الأرض، والطغيان يتكرر دائما، فلذلك للطغيان 5 أركان يقوم عليها. عندما تجتمع هذه الأركان 5 لا بد أن يأتي أخذ الله الوبيل الشديد فيزيل أركان الطغيان. وأركان الطغيان أولها الملك الجبار الذي يرى أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها، ويمثله فرعون. والركن الثاني الوزير المنافق المتسلق المتملق الذي يخيل للملك أنه قادر على تلبية كل رغباته وأوامره، ويمثله هامان. والركن الثالث رجل الأعمال والمال الذي يسخر ثروته لبقاء الظلم والطغيان وبقاء ما كان على ما كان، ويمثله قارون. والركن الرابع رجل الدين الذي يسخر علمه لتسويغ الظلم والطغيان وتبرير كل القرارات الجائرة الظالمة، ويمثله السحرة قبل إسلامه. والركن الخامس رجل الإعلام الذي لا يغطي من الحقيقة إلا ما يخدم الطغيان ويصم عما سوى ذلك، ويمثله بهذه القصة الحاشرون الذين يرسله فرعون دائما لتسويغ قراراته وإعلام الناس بها. أرسل فرعون في المدائن حاشرين، لكنهم لا يغطون إلا جانبا واحدا، وهو الاحتمال الذي هو في مصلحة الطغيان والظلم. فإنهم قالوا للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ الاحتمال الآخر لم يغطوه، لا تجدونه في القرآن، إن كانوا مغلوبين. لا يتكلم الحاشرون عن ذلك، يتكلمون عن احتمال واحد: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وسنة الله في هذا الطغيان هي ما بينه بقوله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. والقصة التي طلب ابن عباس الحديث فيها هي قصة يوسف عليه السلام، وهي قصة طويلة تقريبا هي أطول قصص القرآن، وقد تناولت كثيرا من المعاني والدروس المفيدة للفرد وللأسرة وللمجتمع وللنظام الدولة، فهي شاملة لأربعة عناصر. فيها ما يتعلق بالفرد وتعرضه للشهوات وتعرضه للامتحانات وتثبيت الله للصالحين وصرف الأذية عنهم، وفيها ما يتعلق بالأسرة كعلاقة الوالد بأولاده والعدل بينهم والمساواة بينهم في المحبة والخوف من بعضهم على بعض من عينه أو من أذاه أو من حسده، وكذلك الأسر الفاسدة والبيوت غير الصالحة وما يقع فيها من الخيانة وما يقع فيها من الترف والبطر الذي يؤدي إلى الظلم واحتقار الآخرين وإجبارهم وإكراههم على ما لا يريدون، وكذلك المجتمع. فالقصة ذكرت عناصر المجتمع المهمة، ذكرت اللصوص والعتاة أصحاب السجون، ومنهم صاحبا يوسف اللذان سجنا معهم، وذكرت النساء اللواتي يتحدثن في المجالس فيشيع كلامهن وما تحدثن فيه، كالنسوة اللواتي تكلمن في امرأة العزيز وجمعتهن، وكذلك ما يتعلق بحصول الأمور التجارية سواء كانت محلية أو خارجية، فالتجارة يعتريها كثير من الأمور، منه رواج ومنه تدني في البضاعة ومنه ارتفاع في الأثمان ومنه ارتفاع فيها، فكل ذلك يشير إليه الجانب الاقتصادي. ذكرت أولا بيع يوسف بثمن، شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، هذا فيما يتعلق بالتجارة. ثم بعد ذلك مجيء إخوته في المرة الأولى بالبضاعة الرائجة وقد أوفى لهم الكيل وأنزلهم أحسن منزل، ورأوا منه من الإحسان ذلك.
ثم بعد ذلك مجيئهم ببضاعة مزجاة وهم يريدون من يتصدق عليهم، فكل هذا يتعلق بالتجارة والاقتصاد. كذلك جانب السياسة، فإن يوسف وصل إلى الحكم، وقد ذكر في القصة ما يتعلق باختيار الملوك للبطانات، فكل ملك له بطانتان، بطانة صالحة وبطانة فاسدة. فالبطانة الصالحة هي التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، والبطانة الفاسدة هي التي تنهاه عن المعروف وتأمره بالمنكر. وملك مصر إذاك قد علم يوسف عن طريق الوحي أن من بطانته أحد المسجونين معه، وقد هداه الله على يد يوسف، فكان ذلك سببا لهداية الرجل. ثم بعد ذلك أيضا بيان أن الملوك والقيادات لا تستغني عن الشعوب، فتحتاج إلى رأي أهل الرأي، وتحتاج إلى علم أهل العلم، وتحتاج إلى مال أهل المال، تحتاج إلى خبرة أهل الخبرة. ولذلك فإن الملك رأى رؤيا أهمته، فأصبح في قلق، فلم يسأل وزراءه ولا المقربين منه فقط، بل دعا الناس جميعا وعرض عليهم رؤياه، وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. دعا الناس جميعا للمشاركة، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي كنتم للرؤيا تعبرون. كذلك تدل على وعي المجتمع وثقافته، فإن المجتمع هنا لم يحملهم الطمع على التقول بتفسير الرؤيا بما لا يعرفون. وانظر الآن إلى مفسر الرؤى في القنوات وفي غيرها، يحملهم الطمع على الكذب والقول على الله بغير علم، وما أكثر المتقولين في تعبير الرؤى. لكن الملأ كان وعيهم راقيا، قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وهذا خطأه الملك، لم يحملهم الخوف منه ولا الطمع فيه على أن يبادروا لجواب سؤاله. وقد حصلت قصة عند مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن وزيرا من وزراء كسرى اسمه الموبذان رأى رؤيا أفزعته ونسيها من هولها، فاستيقظ فزعا ولم يعرف شيئا مما أفزعه، فجاء إلى كسرى فقال: لقد رأيت البارحة هولا هائلا. قال: ما هو؟ قال: نسيته. رأيت نسيت. فارتاع كسرى بهذه الرؤيا، لأنها صادفت سقوط 14 شرفة من شراب إيوان كسرى، فاحتاج إلى البحث عن هذه الرؤيا. وعادته في البحث إذا كان يرجع إلى الجن، فحاول أن يجد من الكهان من يستطيع الوصول إلى هذا الخبر. وكان من أهل اليمن رجل مغامر، فجاء فقال: أنا آتيك بجلية الخبر، لكن على خراج تجعله لي. فاتفق معه، هذا خراج كبير، وهذا الرجل اسمه عبد المسيح. فأخذ معه وقت محدد يأتيه بالرؤيا ويدفع له الملك الخراج. فسافر مسرعا من العراق إلى اليمن، وجاء إلى كاهن لهم معروف اسمه سطيح. وهذا الرجل كان سطيحا فعلا، عظامه لينة، فإذا غضب انتفخ التد، وإذا نام التف. فجاء عبد المسيح فوجد سطيحا هذا من أيام ما تكلم وهو على شفير الموت، فقال في أذنه: أصم أم يسمع غطريف اليمن أن فاد فازلم به ريب العنن. فاد من مات فازلم به ألم به ريب العنن في الزمن. يا فاصل الخطة أعيت من ومن أتاك شيخ الحي من آل قطن وأمه من آل ذيب بن حجن. أبيض فضفاض الرداء والبدن تحملني وجنون وتهوي بي وجن رسول قيل الفرس في أرض اليمن. فحل عينيه
وقال عبد المسيح على رجل مشيح جاء إلى سطيح وقد أهوى على الضريح، أرسلك ملك بني ساسان لخمود النيران ورؤيا الموبدان وتصدع الإيوان، رأى خيلا عرابا رأى خيلا صعابا تقود إبلا عرابا قد قطعت دجلة وتفرقت فيما وراءها. فعبد المسيح إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة فليست الشام لسطيح شاما، يملك منهم ملوك وملكات بعدد الشرفات وكل ما هو آت آت، ومات الله مات مات مات. فحفظ عبد المسيح هذا السجع سجع الكهان خطبة كاملة وانصرف حتى جاء إلى العراق فاستقبله كسرى فقص عليه ما أخبره به سطيح، فتذكر الموبدان رؤياه إذا هي متطابقة لذلك، قال إذا كثرت التلاوة معناه جاء القرآن وليس مثل الكتب السماوية السابقة التي كان يحفظها أعداد قليلة من الناس الرهبان والأحبار، هذا يكثر فيفيض القرآن ويكثر القراء في كل مكان، كثرت التلاوة. وظهر صاحب الهراوة، الهراوة العصا الصغيرة، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يؤدب الناس بعصا، فليست الشام لسطيح الشام، يملك منهم أي من الفرس من عائلة كسرى ملوك وملكات بعدد الشرفات، الشرفات التي سقطت وهي 14 شرفة، فملك منهم في هذه المدة اليسيرة من مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح العراق 14 ملك، يملك منهم ملوك وملكات بعدد الشرفات وما هو آتنا آت. كذلك قصة يوسف هي قصة للتسليم لله وتمام الإيمان به وحسن الأدب معه والتواضع لملكه جل جلاله. فأنبياء الله قد رباهم الله على الإيمان وعلى الأدب وحسن التعامل مع الرب جل جلاله. فيعقوب عليه السلام تجدون من تمام أدبه مع الله شيئا عجيبا، فقد قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فلا يشكو إلى أي مخلوق، إنما أداة حصري، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، فهو يثني على الله بما هو أهله. وكذلك لما طلب منه أولاده الدعاء لهم أخر ذلك إلى وقت الإجابة، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم، سوف أداة التنفيس، والمقصود بذلك أنه ينتظر كما قال التفسير الثلث الأخير من الليل وقت النزول لأنه مظلة الإجابة، سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. كذلك يوسف عليه السلام انظروا إلى حسن تعامله مع الله جل جلاله، فإنه لما أتم الله عليه نعمته فولاه على مصر ولو جاءها بجيش جرار لم استطاع أن يتملك عليها، فجيء به عبدا صغيرا يباع بثمن بخس ويسجن ظلما ليوليه الله هذه الولاية العظيمة فيعدل فيها تمام العدل والإحسان، وكان من المحسنين على كل حال، فهو في السجن عرف أهل السجن أنه من المحسنين، فصاحب السجن عندما خاطباه يريدان تعبير رؤياهما قال له إنا نراك من المحسنين، وإخوانه الذين لا يعرفونه بذلك الوقت وقد جاءوا يريدون التجارة وأن يبيع لهم قالوا إنا نراك من المحسنين، فهو محسن في كل الظروف سواء كان مسجونا أو كان ملكا هو محسن، والناس يعرفونه بهذه الصفات الحميدة وهذا الأدب وهذا الخلق وهذا الإحسان، وهذا حال الكرماء فإنهم تحت كل الظروف وفي كل الضغوط لا تتغير أخلاقهم. ولذلك يقول أبو طيب المتنبي لسيف الدولة علي بن أبي الهيجة بن حمدان وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال فإن تفوق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. ويوسف عليه السلام عندما أتم الله عليه النعمة فجمع شمله وملكه وأتاه بوالديه وإخوانه وتحقق له تعبير رؤياه التي رآها وهو طفل صغير،
هنا كان وقت الأدب مع الله وحسن الثناء عليه وشكر نعمه، فقال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كذلك هي قصة الدعوة، فهذه الدعوة هي صفة الله جل جلاله، فقد أثنى الله بها على نفسه فقال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقال والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، وأثنى بها على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأمره بها فقال وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين، وقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، كما سمعتم فيما قرأ علينا فضيلة الشيخ. وكذلك أخبر الله أنها أرض الأقوال عند الله، أحسن الأقوال مطلقا عند الله الدعوة إليه، قال ومن أحسن قولا، معناه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الدعوة تحتاج إلى فقه وإلى انتهاز للفرص، وأن تكون أولوية لدى الإنسان لا يبيعها براحة بدن ولا يبيعها بمال ولا منصب، ولا يتنازل عنها بسبب ضغط أو خوف، ولا يبتسيه فيها ظروفه القاسية، فلا بد أن يكون الداعي داعيا إلى الله في كل ظروف. فيوسف عليه السلام ظهرت منه صفات الداعية، فهو في السجن يقول يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فدعا إلى التوحيد الخالص لله جل جلاله قبل أن يفسر لهما رؤياهما، انتهز هذه الفرصة. فيمكن أن لو فسر لهما رؤياهما قبل أن يعلمهما التوحيد لذهب في السجن ولم يقبلا عليه بشغف ونهم، فانتهز فرصة إقبالهما فأقبل عليهما بتعريف التوحيد والدعوة إليه. وكذلك بين أن هذا ليس من اجتهاده هو ورأيه، وإنما هو من فضل الله عليه وعلى آبائه من قبله، فالنعمة التي أنعم الله بها علينا يجب علينا شكرها، لكن مع ذلك يجب علينا شكر نعمة الله على آبائنا السابقين، فهي نعمة علينا أيضا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فلذلك يوسف عليه السلام قال لصاحبه السجن ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ليس من اجتهادنا نحن وعقولنا، بل من فضل الله علينا وعلى الناس. كذلك كان داعية حتى في وقت انفراج الغمة وخروجه من السجن واتخاذ الملك قرارا بإخراجه والإتيان به إلى الديوان، لما أتاه الرسول الذي أرسله الملك إليه وقد مكث في السجن ما مكث، لما جاءه لم يستعجل يوسف، فلم يكن من أصحاب الرغب ولا من أصحاب الرهب، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. لا يريد أن يخرج بعفو ولا مسامحة، وإنما يريد أن يخرج بحكم بعد أن يتبين الحق ويحصحص الحق الواضح الذي لا يرتاب فيه ابنه. الآن حصحص الحق، فهذا الذي قصده بالتأخر. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله أخي يوسف لو مكثت في السجن ما مكث ثم أتاني الداعي لأجبته، وهذا من شدة تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدبه مع إخوانه الأنبياء ومعرفته لقدرهم وتنويهه بشأنهم. فلذلك يجب علينا نحن تمام الأدب مع أنبياء الله جميعا وتوقيرهم وإجلالهم، فأنبياء الله جميعا يد واحدة، فهم إخوان أبناء وعلات، من كذب واحدا منهم فقد كذبهم جميعا جميعا. فالله قال كذبت قوم نوح للمرسلين، وهم كذبوا واحدا وهو نوح وأول الرسل إلى أهل الأرض. كذبت عاد للمرسلين
وهم كذبوا هودا، كذبت ثمود المرسلين وهم كذبوا صالحا، كذبت قوم لوط المرسلين وهم كذبوا لوطا، كذب أصحاب الأيكة المرسلين وهم كذبوا شعيبا. فكل من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل. فهذه القصة تضمنت كثيرا من المعاني المفيدة جدا على المستوى الفردي فيما يتعلق بسلوكه، وأن يكون ملتزما بأحكام الشرع في كل الظروف وتحت كل الضغوط. إذا خلا يقول عليه رقيب ويعلم أنه لم يخلو بنفسه. إذا عرضت عليه الشهوات أعرض عنها. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. تضمنت كذلك بيانا لتثبيت الله لأوليائه وأصفيائه من خلقه. فأولياء الله وأصفياؤه من خلقه يثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولذلك يحول بينهم وبين ما لا خير فيه. فيوسف عليه السلام بدا له برهان ربه، فلذلك لم يفكر أصلا في الوقوع في الشهوات. قال الله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فأراه الله برهانه جل جلاله، الله أعلم. قال بعض أهل العلم: برهان الله هو إيمانه في قلبه، لأن الإيمان برهان على صاحبه. وقال بعض أهل العلم: رأى وجه أبيه، أبدى الله له صورة أبيه، هو برهان ربه. لكن المهم أنه أراه الله برهانا واضحا على عصمته ونبوته، حال بينه وبين التفكير أصلا مجرد الهم. والهم هو الدرجة الرابعة من درجات التفكير. درجات التفكير خمس: الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم. فالهاجس والخاطر وحديث النفس لا تكتب مطلقا لا بالخير ولا بالشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم. والهم يكتب بالخير ولا يكتب بالشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. فالهم إذن يكتب بالخير لا بالشر، لأنه قال: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. والعزم طبعا هذا الهم يكتب بالخير ولا يكتب بالشر، لكن استثنى العلماء من ذلك هذه المدينة المباركة التي نحن فيها هي مكة، فقالوا الهم فيها يكتب إذا كان بالشر. واستدلوا لذلك بقول الله تعالى في ذكر الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والإرادة تشمل الهم والعزم معا، درجتان من درجات التفكير. ولكن ليس هذا على إطلاقه، لأنه لم يقل: وكل من أراد فيه معصية، قال: من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقد اختلف في المقصود بذلك: هل هو قتل، إرادة القتل فقط، أو هو إرادة الإحداث أي البدعة. فليس ذلك شاملا لكل هم. أما العزم فيكتب بالخير وبالشر معا. كذلك على المستوى الأسري، فالقصة ذكرت أمرا عجيبا من حنان الأنبياء وتربيتهم لأولادهم ومعرفتهم بهم. فالوالد يعرف أولاده معرفة دقيقة، ولذلك قال الله تعالى: يعرفون في ذكر اليهود في معرفتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول، قال: يعرفونه كما يعرفون أبناء. وعلاقة الأولاد بالوالد عجيبة. الوالد لا يحب أن يكون أحد أفضل منه إلا أولاده. الوالد لا يحب أي واحد منكم الآن لا يحب أن يكون أبوه أفضل منه ولا أن يكون أخوه أفضل منه، لكن ولده يحب أن يكون أعلم منه وأن يكون أتقى لله منه وأن يكون أزكى منه، لأنه امتداد في عمره وزيادة في خيره. فلذلك له هذه المزية والامتداد. أنبياء الله عرفوا أبناءهم كيعقوب حين عرف ابنه يوسف عليه السلام، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث
ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. فهنا عرف ولده ومكانه ما يؤمن له في المستقبل من هذه المكانة الرفيعة التي نالها من قبل آباؤه، وهو امتداد لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهو أكرم الناس نسبا في تسلسل بالأنبياء. وهذا الكرم في النبوة مزية، والمزية لا تقتضي التفضيل، فهذا النسب شريف بالنبوة، لكن مثلا نسب قريش أشرف منه من جهة أخرى، لما ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، وإسماعيل ليس من ذلك النسب، ليس من آباء يوسف، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار من لا بخير. صلى الله عليه وسلم. الأسرة لا بد فيها من العدل بين الأولاد، ولا بد من العناية بهم جميعا. فيعقوب عليه السلام كان يخاف عليهم من الشحناء والبغضاء فيما بينهم ومن وقوع الحسد، فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتي فيكيدوا لك كيدا. كان حنانه عليهم جميعا يقتضي الخوف عليهم من العين ومن المتابعة الأمنية، ولذلك قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنيكم من الله من شيء. الأسر الفاسدة ليس بينها ثقة في الواقع، ولذلك يمكن أن تقع فيها الخيانة، ويمكن أن يتفشى فيها الفساد. فعزيز مصر أسرته إذاك من هذا النوع من الأسر المترفون، ينشغلون في أعمالهم وتبقى الأسر، وقد أتيح لها ما لم يتح لغيرها مما هو مقوي للشهوات، فهذا خطر داهم ومشكلة عظيمة، وهي تؤدي أيضا إلى خطر الاختلاط. فأخطر شيء اختلاط الأجانب، رجل أجنبي بنساء أجنبيات، هذا خطر عظيم جدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، قال إياكم والدخول على النساء. قالوا الحمل يا رسول الله، قال الحمل موت. فلذلك لم تكن الثقة كاملة بين امرأة العزيز وزوجها، وأرادت أن تخونه، وأرادت مع ذلك أن تخون يوسف وأن تكذب عليه، وظنت أنها بلسانها وحجتها تستطيع أن تقنع الناس جميعا بذلك، وفعلا أقنعت زوجها لأنه ضعيف أمامها، ولكن لم يقع الإقناع للناس، لأن الله أظهر آية من آياته وهي كلام صبي في المهد من أهلها، هي إما أن يكون ابن أختها أو قريبا لها. فذكر لهم أمرا عجيبا، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأنه إذا قد من قبل فهو مقبل عليها، وإذا قد من دبر فهو معرض عنها مدبر، فهي تناوشه من الخلف. فلذلك كان هذا معقولا، وكان من كلام صبي في المهد، فأصبح حجة. فدعوا يوسف فوجدوا قميصه قد من دبر. كذلك القصة فيها بيان لحسن التدبير الاقتصادي والسياسي، فالملوك ومن ولاه الله الأمر لا بد أن يكون صاحب حنان وحرص على الرعية وقيام بمصالحهم، يزعج نفسه ويتعبها من أجل خدمة الآخرين ومن أجل سعادتهم، فيشقاه ليسعد الآخرين ويفكر لهم في مصالحهم، ويخاف عليهم من كل الأزمات والمشكلات. فأزمات الناس تحركهم، ولذلك تشتهي الدورات الجياع. فلهذا فسر يوسف رؤيا الملك بخطة أمنية اقتصادية
لمدة 15 عاما، وهي عجيبة جدا. فأولها تولية الأكفاء، أنه قال اجعلني على خزائن الأرض، وهو كفء. لماذا؟ لأنه جمع صفتين بهما تتحقق الكفاءة، إني حفيظ عليم، حفيظ صاحب أمانة لا يخون ولا يأخذ ما ليس له ويده نظيفة، عليم صاحب علم وتخطيط ومهارة وخبرة، حفيظ عليم. ثم بعد ذلك الإنتاج ومواصلة الإنتاج، تزرعون 7 سنين دأبا مواصلة. ثم بعد ذلك إتقان التخزين، فما حصدتم فذروه في سنبله، وهذا الذي يحفظه من التسوس السنبل. نعم، يترك السنبل، لأنه إذا حصد وأخذ من سنبله عرضة للتسوس، فذروه في سنبله. ثم التقشف وعدم السرف، إلا قليلا مما تأكلون. وكذلك العدالة في التوزيع، ثم يأتيهم بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. هذا المخزون الاستراتيجي الذي لا بد منه للدول، ولا بد أن يبقى محصنا لا قليلا مما تحصنون. كذلك رعاية الأجانب والوافدين، فهذا من مسؤولية أولياء الأمور، ولا بد من تأمينهم، ولا بد من العناية بهم، لأنهم الذين سيقولون الخبر هذا، وإن الضيف مخبر أهله بمبيت ليلته وإن لم يسري. وزهير بن أبي سلمى يقول: وإن الشعر ليس له مرد إذا ورد المياه به التجار. فلذلك هم الذين يقولون الأخبار عنك، فإذا كان الضيوف والوافدون يعاملون معاملة سيئة، فسيكون ذلك إشاعة لملام ومساوئ تلك المدينة أو تلك القرية التي أوذوا فيها، كما حصل لزياد بن حمل حين آلاه السفهاء وأهل صنعاء، فخرج منها مغضبا وقال قصيدته: لا حبذا أنت يا صنعاء من بلدي، ولا شعوبها هو مني، ولا نقم، ولن أحب بلادا قد رأيت بها عسل، ولا بلدا حلت به قدوم. إذا سقى الله أرضا صوب غادية فلا سقاهن إلا النار تضطرم. وكذلك القول الآخر، وهو قد صادف السفهاء أهل الكوفة من الشيعة الروافض، فعلموا أنه سني فآذوه وتعرضوا له وكادوا يقتلونه، فخرج بتشويه سمعته وقال: إذا سقى الله أرضا صوب غالية فلا سقى أرض أهل الكوفة المطر، التاركين على طهر النساء هم والناكحين بجنبي دجلة البقرة. فأشاع سوآتهم وما هم عليه. فلذلك الوافد أي كان لا بد أن يأخذ انطباعا حسنا ويعامل معاملة حسنة. فيوسف عليه السلام قال لإخوانه: إني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فهم سيخرجون بهذا الانطباع أنه يوفي الكيل تماما ولا يجور ولا يسيء كما كان أهل مدينة يفعلون، فإنهم لم يكونوا يوفوا الكيل. وأنا خير المنزلين يكرم ضيوفه أيضا، فالضيافة حق. كذلك أن الملوك يحتاجون إلى استعمال العقل والكيد، وأن القوانين الوضعية الأرضية يمكن الاحتيال عليها، لأنها أصلا وضعت لمصلحة البشر وترتيب أمورهم، فإذا تعارضت مع المصلحة أمكن الاحتيال عليها. فيوسف عليه السلام احتاج إلى الكيد، فكاد الله له على خلاف قانون الملك، فهو دعا فتيانه وأمرهم أن يجعلوا صواع الملك في ظرف أخيه، وعاء أخيه. فلما خرجت العير وهم لا يشعرون بشيء، بعث مناديا ينادي في آثارهم: أيتها العير وإنكم لسارق. وهم يستغربون هذا جدا، فهم أولاد الأنبياء وهم الطاهرون الأمناء. قالوا وأقبلوا عليهم، رجعوا ما هربوا ولا تأذوا من هذا. قالوا وأقبلوا عليه: ماذا تفقدون؟ متأكدين؟ نعم. قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض فالسرقة إفساد في الأرض وما كنا سارقين. فهو هنا سألهم عن حكم الله لديهم في السارق وما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. وكان هذا في ملة يعقوب عليه السلام أن السارق يملك في مقابل سرقته، وهذا خلاف قانون الملك. ولهذا قال الله كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه بدين الملك في قانونه إلا أن يشاء الله. فاحتال على هذا القانون الأرضي حين تعارض مع المصلحة وألغي القانون، وفي مقابله اتفقوا على ما اتفقوا عليه. وهذا يدل على أن العقد بين أي اثنين إذا لم يكن مخالفا للشرع فهو ملزم لهما. القانون يقولون العقد شريعة المتعاقدين، والمقصود هنا أنه ملزم، العقد ملزم للمتعاقدين، هذا التعبير الصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. فالعقود ملزمة يا أيها الذين آمنوا وهم العقود. فلذلك سألهم فأجابوه فاتفق معهم على هذا، من وجد في رحله فهو جزاء. وأيضا أراد أن لا يثير أي احتمال أن هذا مدبر، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه على ترتيب السن، أكبر واحد، ثاني واحد، ثالث واحد، حتى وصل إلى أخيه وهو أصغرهم سنا، كان آخر من يفتش. فاستخرج من وعاء أخيه، وهنا إبداع عجيب في التعبير، فهو إعجاز من الإعجاز اللفظي في القرآن. فالقرآن في الأصل ما يكون فيه تكرار، لكن هنا جاء تكرار. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. فما السبب في تكرار وعاء أخيه؟ هذا سؤال قد ألغز به أحد علمائنا الشناقطة قديما بعلماء فاس، وهو أحدهم موجود لدينا. هذا طالب علم بسيط، طالب علم. فأرسل إليهم يسأل عن علة التكرار في قوله في هذه الآية، فلم يستطيعوا جوابه في ذلك الوقت. فأجابه أحد العلماء من عندنا، يقول في قصيدة، هو ألغس في قصيدة، فأجابه بقصيدة من نفس البحر والربي، يقول فيها سؤال قد يا أهل فاس وغيرهم فكنا بحمد الله مفتتحيه. نعم. هذا يقول فيها إنه لو قال فاستخرجها من وعائه لظن أنه استخرجها من وعاء يوسف، ولو قال لاستخرجها منه لكان هذا إهانة للرجل، كأنه استخرجها من داخل ملابسه، كأنه أخفاها في جسمه. نعم. فلم يكن من المناسب أن يختصر هنا، لأن الاختصار لا بد أن يكون بأحد أسلوبين، استخرجها من وعائه أو استخرجها منه، وكلاهما فيه محذور. فلذلك قال استخرجها من وعاء أخيه كاملة. كذلك في القصة بيان لمزية الوفاء والصدق. فإخوة يوسف لما حصلت هذه الأزمة اجتمعوا يتشاورون، خلصوا نجيا. فكبيرهم هو الذي قال الحق وتحمل المسؤولية، وهذا يدلنا على أن الكبير لا بد أن يتحمل المسؤوليات وأن يعرض نفسه للدفاع عن الآخرين عندما يحتاج إليه. فإذا كان الكبير يتخلص دائما من المسؤوليات فلا يرجى أبدا أن يوجد من يتحملها. إذا كان رب البيت للدف ضاربا فلا تلوم الأطفال يوما على الرقص، فلا بد أن يكون الكبير يتحمل المسؤولية. فلذلك تحمل كبيرهم المسؤولية وعرضوا عليه عرضا، خذ أحدنا مكانه إنا نراك من المسؤولين، وبينوا العذر. لكن يوسف عليه السلام احتج بأقدس المبادئ القانونية وأقدمها، وهو شخصية الجريمة. شخصية الجريمة هذا مبدأ في كل الملل جميعا،
لأن الله قال أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فلذلك قال يوسف معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. وهذا دليل على تحريم عقود التأمين، لأن عقود التأمين فيها تكليف من لم يذنب. أنت فتحت شركة تأمين، فهذا الشخص الذي أمن عندك صدم شيئا فكسره أو كسرت سيارته أو قتل إنسانا، ما علاقتك أنت بهذا الجرم حتى تدي ذلك الإنسان وحتى تصلح السيارة وتصلح البيت؟ لا علاقة لك بذلك، فهذا تجريم غير المجرم، تجريم من لم يقع فيه منه أي إشكال. وقد أشار زهير بن أبي سلمى في الجاهلية إلى هذا الأمر في الصلح الذي عقده الحارث بن عوف رضي الله عنه وهرم بن سنان بين عبس وذبيان، فقد كانت حرب داحس والغبراء، حرب طويلة ودامت بين هاتين القبيلتين المتقاربتين في النسب وهما عبس وذبيان، دامت بينهما 40 سنة، وقد قتل فيها سادة الحيين وبالأخص قيادة بني ذبيان، مثلا حذيفة بن بدر الفساري كان يلقب برب مضر، وأخوه حمل بن بدر كان من سادة الناس وقتل معه في يوم الهباء، ورثاهما قاتلهما العبسي، رثاهما هو قيس بن زهير بن جريمة العبسي، يقول تعلم أن خير الناس ميت على جبر الهباءة لا يريم، ولولا ظلمه لا قمت أبكي عليه الدهر ما طلع نجومه، ولكن الفتى حمل ابن بدر بغى والبغي مرتعه أخيم. فهذان السيدان وهما الحارث بن عوف وقد أنعم الله عليه بالإسلام والصحبة فكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمه هرم بن سنان بن خارجة تحمل ديات الناس فعقد صلحا وتحمل فيه، قال نعد قتلانا وتعدون قتلاكم، فمن كان فيه فضل في القتلى وديناه نحن من مالنا، ففعلوا فقدموا الديات من أموالهم. وفي ذلك قال زهير معلقته أمن أمي أوفاء جملة لم تكلمي بحمانة الدراج فالمتذلم. هذه القصيدة يقول فيها تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي، فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إفال المزنم، ينجمها قوم لقوم حمالة ولم يهريقوا بينهم ملء محزم. ليس لهم أي مسؤولية في القتل ولم يهريقوا بينهم ملء محزم. وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نغنمي، فبين فضلهما وما وصل إليه من المزية بسبب هذا الصلح. فلذلك يوسف عليه السلام أخذ بهذه القاعدة فقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. الكبير دائما أيضا معه من العقل والتدبير ما لا يوجد عند غيره، إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. فكبيرهم قال ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم. كذلك القصة هي قصة لطف الله، قصة لطف الله جل جلاله. فيعقوب عليه السلام بمجرد أن خرجت العير من مصر وهي تحمل ثوب يوسف لم يشم رائحة يوسف بكامله في مصر، لكن عندما خرجت العير من مصر مباشرة شم رائحة هذا الثوب. لما خرجت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف ولولا أن تفندوا، ورد الله عليه بصره بمجرد أن ألقى البشير هذا الثوب على وجهه يوسف. نعم. وقد
كذلك في القصة الأدب الكبير من الكبار والحلم والعفو. فيوسف عليه السلام قال لإخوانه: قد علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. وفاجأهم بها، فمباشرة عرفه إخوانه، قالوا: إنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. وبين السبب: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المصلحين. فإخوانه مباشرة انكسروا لها، قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فما سمع قط جواب أحسن من جواب يوسف عليه السلام في تمام الحلم والعفو والصبر. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عبد الله بن أبي أمية وهو رجل مخزوم ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كذبه في مكة وقاتله واقترح الينبوع في القصة التي جاءت في سورة الإسراء. وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بن الحارث يا عبد المطلب كذبه وقاتله وهجاه. لما كان صلح الحديبية أدخل الله بقلوبهم الإسلام، فجاء يريدان البيعة والإيمان، فأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهما بوجهه. فبحث عمن يشفع لهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أم سلمة أم المؤمنين وهي أخت أحدهما وابن عمة الآخر، فهي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، لا يكون ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. فلم يصخ إليها، فقالت: ما أحد يشرع عليه في هذا الحال إلا ابن عمه علي بن أبي طالب، فذهب إليه. فذهب إلى علي بن أبي طالب، فلما أخبره قال: إني لا أستطيع أن أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعرض عنكما، ولكني أشير عليكما برأي. قال: هات رأيه. قال: ما كان ينبغي لأحد أن يكون أحسن جوابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولا له ما قال إخوة يوسف ليوسف فلن يقول لكما إلا ما قال يوسف لإخوته. قال: وما قال إخوة يوسف ليوسف؟ قال: قلوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فجاء فوقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجفان ويبكيان، وقال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الغريب من أدب يوسف عليه السلام أنه عندما جاء الشر والغدر وما تعرض له من الظلم الذي لا يصبره أحد، وظلم ذوي القربى شد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي، نسبه للشيطان. قال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فكانه هو السابق وكانه هو الظالم، وكان القضية جعلت فيها استواء بين الجلاد والضحية. بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء وإنه هو العليم الحكيم. قصة يوسف فيها كثير من العبر، ولا أستطيع أن أخذ كثيرا من وقتكم، وبالأخص أن لنا التزامات أخرى يعرفها أبو معاذ، لكن فقط أنبه على أمر اكتشفناه في هذه السورة من إعجاز القرآن، وهو ما أشتغل به الآن، وهو قضية الإعجاز في توالي الحركات. وجدت أن الفتحات هي أسهل الحركات، وجدت في موضعين من القرآن ثمان فتحات متوالية، ثمان فتحات متوالية في موضعين. الموضع الأول في سورة يوسف، وهو في قول الله تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه. هذه أربع فتحات: آمنين، النون مفتوحة، والواو مفتوحة، الراء مفتوحة، الفاء مفتوحة، العين مفتوحة، الهمزة مفتوحة،
الباء مفتوحة، الواو مفتوحة، هذه ثمان فتحات متوالية. رفع أبويه. والموضع الثاني في سورة المدثر وهو في قول الله تعالى ثم ما ع ب س و ب س ر، فهذه ثمان فتحات أيضا متوالية. ثم عبس وبصر، ثم سبع فتحات متوالية، وقد وجدتها في سبعة مواضع في القرآن، اثنان منها في سورة يوسف. الأول في قول الله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا، أحد عشر، إني رأيت أحد عشر، أين رأيت أحد عشر كوكب الكاف، هذه سبع فتحات متوالية. الموضع الثاني هو قوله يا أبانا إن ابننا كسرق وما، سبع فتحات أيضا متوالية، إن ابنك سرق وما، فجاءت سبع فتحات، وهذه سبعة مواضع من القرآن فيها سبع فتحات. بالنسبة للضمات وجدتها أيضا وصلت إلى سبعة في بعض القراءات في موضعين من القرآن، في سورة إبراهيم عليه السلام قالت لهم رسلهم هم رسلهم، وهذه خمسة في القراءات الأخرى التي تسكن ميم الجمع، قالت لهم رسلهم رسلوه، هذه أربعة هنا، لكن عند الذين يضمون ميم الجمع قبل المحرك ستكون أكثر من ذلك سبعة. ووجدت الكسرات ما تتجاوز ثلاثة في القرآن. المتفق عليه بين القراء تقريبا موضع واحد في سورة الأعراف وهو وعن شمائلهم، والمختلف فيه بين القرآن متعدد، بهم الأسباب مثل مهليكيهم في سورة الكهف رواية حفص عن عاصم مثلا. فهذا من إعجاز القرآن العجيب بما يتعلق بالحركات. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يفتح لنا ولكم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم أجمعين من الصادقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تسمحون أن نسلم على الشيخ أحمد صالح، الشيخ أحمد صالح الأخوان.